اجتماع اليوم كان مكملا لاجتماعين الماضيين، وتطرقنا للتقرير مفصل من قبل اللجنة الفنية ولجنة الكوميتي دو بيلوتاج، لجنة المراقبة، وكذلك اتصلنا وتواصلنا وإلى قرار اليوم أننا نوضع يعني مذكرة تفاهم وقعناها الآن أمامكم لكذلك مواصلة كل البرامج التي قررناها بالنسبة لإنجاز هذا المشروع، ومن أهمها هي الدراسات للمشروع وكذلك كل الجوانب المتعلقة لوضع كل لمسات إنجاز هذا المشروع، مشروع الهام الاستراتيجي، المشروع الأفريقي اللي خلى بلدان إفريقيا، نيجيريا والنيجر والجزائر، يتفقون على مشروع إنجازه وإنجاحه في فترة وجيزة إن شاء الله. And today we have just met in Algeria. التقينا اليوم في الجزائر العاصمة ووقعنا على مذكرة التفاهم واتفقنا معا لتجسيد مشروع أنبوب الغاز العابري للصحراء. نعتقد أن الوقت قد حان لإنجاز هذا المشروع من أجل ضمان الأمن الطاقوي لإفريقيا وتثمين مواردنا الغازية. يعكس هذا المشروع استعداد البلدان الإفريقية على العمل معا لإنجاز مشاريع كثيرة تمكننا من استغلال مواردنا. Ceci est la troisième rencontre et je dois dire que nous sommes très optimistes sur l'état d'avancement du projet. La task force a été mise en place et elle veillera à rapidement évoluer vers la revue de l'étude de faisabilité. C'est un projet qui est extrêmement important pour nos trois pays. En dehors de ce que cela représente comme retombée économique. C'est un projet qui prouve que les pays africains peuvent se mettre ensemble pour réaliser des projets structurants.